نعم غصون، صباح الخير عليك، صباح المحبة والسلام، صباح الورد والياسمين عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. حياكم الله في الميدان. اليوم تواجدنا بمدينة الصدر وتحديدا بال 55 وقطاع 55 وسوق الوحيلات. طبعا سوق الوحيلات سوق قديم لكن بسيط للناس البسطاء اللي يجون له من اغلب المناطق القريبة للوحيلات او سوق الوحيلات. بلديات طبعا فائدة التيك توك بالمنطقة جدا مهمة، السيارات ما لها معنى عندهم بالسوق لأنه أغلب الشغل ده يصير بالتيك توك. ومثل ما تلاحظون بعض الناس اللي موجودين داخل السوق هم أصحاب تاكسيات وأصحاب تيك توك. عموما حبيت أوقف يم هذا الشاب الجميل اللي بقى صافن لما صحت له. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. أخبارك؟ زين. أمورك؟ زين. وعليك زين. كل زينات. وين شلون شغلك؟ زين. زين. بعد شلون وضعك؟ زين الله يسلمك. خمس مرات زين. تحياتي لك يا حبيبي. طلعت على عنادهم اول واحد. السلام عليكم. عليكم. شلونكم شباب؟ ابو التاكسي ابو التاكسي ابو التكتك شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. حياك الله. وقفنا قبل شويه وياكم وشفنا جماعة التكتيك شوية حركة السوق عندهم تمام صحيح، وبالسيارة طابقوا ويباوع كبير لك الحب ضالين نصيد ذبان هنا. لا والله. والله لا شغل ولا عمل. ليش؟ ايش تسوي؟ منافسة؟ لا مو منافسة بس ازيد النسوان قام ما يصيدن تاكسيات. ليش؟ السوق تعب وارخص. وارخص ابو التكتيك يوصلها ب 1000 دينار للباب. ايش تاخذ؟ انا 2000. شلونك عمي؟ هلا بك يا الغالي، هلا بك يا عيني، هلا مرحبا، شلونك؟ حياك الله. انت المنور. حياك الله. شلون عافيتك؟ وجودك هلا حبيبي. اليوم بالوحيلات، سوق الوحيلات سوق بسيط حلو، الناس الفقراء تجي تاخذ منه وتتسوق منه. المناطق القريبه اللي توصل للسوق. بلديات الشريط، الحبيبيه. الحبيبيه. اي الحبيبيه حتى للبلديات، حتى اكو من اليوان هم يجون لهنا. أه. من الاولى ايضا يجون نفس الشيء. على رخصه لو شنو؟ هو كل من معامله، اكو ناس عنده معامله، اكو ناس عنده هوايه، يعني كل واحد هو رغبته. شلون السوق والله؟ خدمات المنطقه والحيلات. خدمات زفت زفت زفت، كل شيء ماكو. وينك خدمات؟ بلديه ماكو ولا كهرباء ماكو. كلها تعبانه، كلها تعبانه والله، كلها تعبانه. تشوف الشوارع انت هسه تمشي بالشارع هسه 70,000 طسه هنا. زين كلها حفر، شارع محفر. الوطنيه ماكو نهائيا هنا بالضبط. والله ساعه وتطفي. زين وهاي الخصخصه اللي سووها خصخصه على اساس خصخص علينا تبيع لنا المهفاي ب 2000 دينار. وطنيه ماكو. وطنيه ماكو. المهفايات بيعها ب 2000 دينار. يعني المهفايات؟ لا هو اشترينا هاي مبرده. ها؟ هاي مبرده. اي مبرده سريعه. على السريع. ما اعطينا نكتن الحر. هاك خذ لك وحده. خذ لك وحده. والله عفي. زين الهواء مالك. اي زين هو حتى رخيصه ب 500 واحد يشتري ب 100. بس هسه انت من تشوف واحد يهفي بريها 2019 بالعراق يسولفون يقولون بلد النفط. بلد الحضارات. خاف احكي وهم تقول شو اسمه، مو انا اذا احكي حكي قوي، فخليني خليه سكته. رحمه على والدك. انا اشوفك بخير حبيبي عمي. حبيبي الغالي، حبيبي الغالي، حبيبي الغالي، الف الف بك. حياك والله. وهاي هواها زين للمعده. خبي والله. الله يسلمك. حجي شلونك؟ شو اخبارك؟ والله ارد اجي اقعد يمك شويه. شلون صحتك؟ حجي من زمان انت بالسوق؟ ها؟ اي هو صار لي تقرير 15 سنة أزواج وين قاعد؟ إي هنا قاعد. إي إي وهذا مكاني. إي هذا مكاني. إي هذا نبيع هنا وعايشة عندي وحدة ريلها شهيد وعندي يتامى والله العظيم وعندي بعد وحدة همة وقاعدة أبيع أنا بشرف واحترام ما أمد إيدي ولا أحد يعطيني. إي هذا وخير من نار. خير من نار. اي والله لا هسه هذا مال داعش عتب بنت وولد والله هم قاعده عندي بالبيت. منين حقوق؟ بس اعطوها 6 ملايين للدفن. لا ماكو والله ما اعطوها. اي والله ما اعطوها. شلون
شلون المنطقه خدمات؟ احنا قوي عدين نبيع ما نبيع شو نسوي ما تقول لي هاي هي هاي قعدتنا الماف بس هاي شرف النعمه والله قعده شرف هاي قعده شرف على قد الحال نعمه خير من الله يعطيك العافيه رحم الله والديك حبيبي حلوه كلش حلوه طيبه وداعتك بدي بروح لك ما يخالف قناعه الناس البسطاء طبعا بكل مكان من نتواجد وين الناس ونشوف هاي البساطه اللي موجوده يعني بالفعل اكو قناعه عند الناس اكو بيهم عندهم رواتب عندهم شو اسمه بس هم رواتب وشبعانين وماكو ماكو واحنا ان شاء الله بفقره ناكل اكثر منهم خير من الله والله من الصبح فدوى روحك عساكم سالمين اريدكم سالمين وفدوى طولك فدوى روحك رحم الله والديك رحم الله والديك اشكرك. هذه الصورة الواقعية والصورة المباشرة من المنطقة وسوق الوحيلات. الناس على بساطتها بهذا المكان رغم انه كثير من الناس اللي يتواجدون بهذا السوق يعني صار لهم هواية عمر بهذا السوق وبهذه المنطقة. طبعا هذه كانت يعني هي بيوت ما زالت بيوت لكن اغلب البيوت فتحت محلات وصار سوق سوق الوحيلات. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك يا طيب نعمه بخير ربا طافي احمد والله طافي مولد كاتلنا الحر لا اكو ساحب انا هسه بعدني ما ساحب على الكهرباء بقيت بس اشوف واحد يسحب اشترك وياه بالسحب على مود جيب لي بنكي ومبرده حاره وانا مكاننا بعيد اظل هنا انا من 7 قصور واظل هنا يعني للظهر ما اروح اجي من السبعه اروح بالسبعه بالليل خريج حضرتك؟ لا لا انا ثالث متوسط بطلت على مود العمل الله يساعدك والله كل بعونك الله يحفظك يا طيب شلون شغل المنطقه والله؟ والله انا قبلها كنت اشتغل بالقياره، القياره شغلها كل زين، الاولى شغلها كل زين بس جيت هنا انا تعبان اي مو هنا عندنا كم واحد جوب ايجارهم غالي يغلون السلعه فتخاف قامت العالم اي هسه تجي انت تشتري لك قطعه ب 20 تلقاها بغير سوق ب 10 بعد تجي للسوق شو طبيعي له؟ ما تجي فعم علي وعليك وعلى غيرنا يعني العفو على اي واحد عنده مستوي عم علينا كل احنا فسوقنا تعبان انا هسه جاي اصيح تنزيلات قطعه ب8 هسه جتنا وحده تقول 1000 والله ب10 قلت لها انا ابيعها ب5 قوش عجب قلت لها انا ابيع تنزيلات اخلي 500 على القطعه 1000 نعمه واحد يقنع انا مقداد مقداد يعني انت اكو منافسه تصير بينك وبين المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره بالبيع لو كسرت السوق لو ما كسرت السوق بالعكس المواقع اي بس اغلى ترى من يمنا احنا رخيصين هم اول شيء خلى عليك مال التوصيل ثاني شيء جاي تقلب 10 هي وتوصيلها 5 15 هاي القطعه انا ابيع هاي القطعه ب 5000 دينار يعني هي تطلع ب 15000 انا ابيع فرق 10000 يعني ما وقت يعني نصيحه للناس اللي تريد تشتري من اهل البساطي اي لا يغرك اليوم المحل ديكور والمحل ماشين وهاي كل من امكانيته يجوز انا امكانيته ما اقدر اسوي ديكور بس بالبسطية ابيع لك قطعه تركيه اصليه او حتى لو عراق اي شيء نوعيه كل المهم شيء قطعه اصليه مو مال لبس قطعتين ثلاثه وتشقق اي اجيب لها قطعه لا اسان عندي معامل نعمه من الله تجيني تقول لي عم انت قطعت سلعتك زينه هذا معامل تصير له الصين لي امشي انا اول ما فتحت اخلى على القطعه ربع على القطعه 500 اكسبك اي انه قمت اخلى 1000 1500 حلو على موشين اول شيء مقتنع يقول لك القناعه كنز لا يثمن حبيبي تحياتي وسلام فدوى اروح لك 7 قصور خدماتها شلونها والله تعبانين بالقران الكريم يعني عالم جاي صدق سامع باللي يموت من الجوع صدق جاي عالم تموت من الجوع يعني بشر يتامى عندهم بس امهم وثمان جهال احترق بيتهم ما حد يجي والله العظيم احنا وجوارنا طلعنا بالليل ورا الفطور لمينا لهم 350 جبنا صباغ صباغ البيت ايش نقدر علي يعني احترقت هي وبناتها بالشارع بناتها حدثات يعني اخوي بكبر هذا الولد بكبر بالقران الكريم ما حد يجي قلبها لا اجت قناه ولا اجت دوله ولا اجت هاي طلعت الوادم هاي العدها غيره ها طلعت الوادم العده غيره احنا طلعنا بشهادتنا بالورا الفطور طلعنا لمينا لها كم فلس 350 الله يشهد يعني شنو ليش؟ لا مي لا كهرباء الليل كله نتقلب كهرباء ماكو مي يقول لك شو اسوي لك مي ماكو يعني مي نشب يعني تروح للدائره يقول لك هالشكل؟ بالقران روح مجلس بلد احنا صعدناهم هسه يتعافون علينا هسه تروح له
وين مجلس بلدهم؟ خلينا بصف السيطره، حتى بس تندق بيه قل له السيطره شيله. لا والله، والله العظيم اكثر من مره رحنا بس نريد مي ومجاري، تبليط على حسابنا بلاطنا، على حسابنا احنا المناطق الاهليه، لا مختار له غرض، لا هاي له غرض، ما حد له غرض بالعالم. من وصلكم من المنطقه اللي صعد برلمان، اللي صعد مدير عام، اللي عندنا رعد شخير؟ وصلكم الرجال كض القران قال علي وعلى عافيتي على المنطقه انا اسويها. ها؟ ما سوانا متره هيك، ما تبليط ما سوانا. عندنا ابن اهل المجلس بلدي وكلهم جواري، انه انا ساذكر لك حتى اسمهم، كبيرك الحسين ما سوانا شيء. حبيبي مختار، حبيبي الله يسلمك، الله يحفظك حبيبي. انا بس تحياتي لك عزيزي، شلونك حبيبي؟ سلمك حبيبي، اخبارك؟ الله يديك، امورك تشتغلنا؟ اي تشتغل بيع منظفات بيتيه. هذا تسوي هناك المحل؟ اي منظفات بيتيه، جبن جاهز من الحلوى وبيع. زين السوق هنا؟ والله السوق تمام. كم المدرسه؟ لا والله هو المتوسط قاعد اتعلم الشغل. عفت المدرسه؟ اي اتعلم الشغل. ترجع لها لو ما كنت؟ لا ما كنت. لا والله حبيبي خلي عليك معنا. تحياتي تحياتي لك يا طيب. شلونكم؟ سالمين. شو اخباركم؟ الحمد لله. نجحتوا؟ بعدكم؟ نجحنا. منو الدرجات في العشرة؟ أنا اثنيناتني. اثنيناتكم عشرة؟ زين. أي مدرسة؟ أنا الإيمان. الإيمان والكوفة؟ في المدينة هنا؟ إيه. زين. امتحنتوا امتحاناتكم صعبة ولا سهلة؟ إيه الحمد لله سهلة. زين. أخذتوا بها كل واحد عشرة؟ إيه. كل كل عشرة؟ إيه. حلو. نشيد حافظتي قصيدة شعر؟ حافظ نشيد. يلا سولفي لنا. مدرستي اهلا بها، مدرستي اهلا بكل اخوتي، في عامنا الجديد كاننا في عيد، وكل عام نكبر وان نجحنا نفخر، الله قد علمنا الخير قد ارشدنا، نبني ونحمي وطنا في خيره. وانت حافظه شيء؟ يلا حافظ. وطني الغالي وطني وطني انا اهواه طول الزمن، وطني الغالي فيه ازرع وطني فيه اصنع، ربي يبارك واحفظ وطني واحفظ جيشي واغتنم حبيبي. عافية سباعيات، نشوفكم بخير ان شاء الله، سلمونا على العائلة. هذا النشيد وهذه البساطة الأطفال وبساطة الناس بهالمنطقة بصراحة، وبهذه الصورة المباشرة اليوم جولتنا داخل هذه المنطقة الجميلة مع أهلنا وناسنا. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زين. شلونك حبيبي؟ شو أخباركم؟ شلون وضعك؟ والله بخير الحمد لله. شغلك شلون؟ والله كلش كيسة. كيسة لو زينة؟ لا مكيسة. مكيسة؟ ايه. يعني ما بيها مجال ابد؟ ما بيها مجال. ليش؟ رمضان وسوق ماكو. والايام العادية؟ لا الايام العادية شوي زين يعني. من اي منطقة؟ انا من الاورفيل. خدمات الاورفيل شلون؟ زينة. يعني تبليط. تبليط. مجاريها زينة، ميها زينة، بس تبليطها تعبان. محفر. كهرباء زينة. هاي المنطقة كهرباء يعني تكون مو زينة؟ مو زينة كلش. وعي تحياتي لك حبيبي. حبيبي الغالي اهلا وسهلا. حياك الله. السلام عليكم، شلونك؟ هذه الصورة زميلي حيدر حاول تصير قدامي. هذه اللقطات المباشرة طبعا مثل ما ذكرت. زميلي انطيني عن خدمات الأرضية اللي موجودة داخل السوق، وهذه المنهولات اللي موجودة. طبعا اعتقد لانه قديمة ماكو تطوير الها او ماكو اهتمام الها، لانه هو ايضا هم سوق وسوق شعبي، فبالتالي يكون بهذه الصورة وبهذه الحالة. عموما حجية شلونك؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم مبارك. الحمد لله عليك علي. شلون عافيتك؟ اشكرك عني. مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله والله. ما شاء الله. اي والله شو تسوي؟ والله شو تسوي؟ هاي مسواق خليل. الحمد لله. اي والله. اي رمضان لازم واحد يشكل. اي والله شو تسوي؟ اي والله شو تسوي؟ اي والله. المنطقة حجيه؟ ها؟ لا احنا بالشقق. ها؟ والله. شلون الخدمات يمكم المنطقة؟ الحمد لله زين. ماكو. لا والله ماكو. اي والله ينقطع علينا للصبح. للصبح؟ اي والله ضاح قلبي وقف بالليل صار بيا حار. ايوه الصايمين همينا. اي والله. اي والله. اي والله ها هي بعد كهرباء ماكو. مولد اخويا قاطعته بعد.
اي والله تحياتي لك. اي والله اشكرك عنيس وسلمك حياك الله. نعم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اليوم تواجدنا في الميدان وياكم ويا اهلنا وناسنا داخل مدينه الصدر وتحديدا بال 55 ومن داخل هذا السوق الشعبي البسيط اللي بصراحه الناس بيه على بساطته وعلى وضعهم الطبيعي اللي سوق يعني منوع ومشكل وتفاصيل الناس اللي تحدثوا بها هذه تفاصيل واقعيه، تفاصيل من ارض الواقع، تفاصيل تم الراي العام، كل كلمه في الميدان هي رساله وكل رساله المفروض تسمع او توصل. عموما هذه اليوم جولتنا، انتظرونا باكر بجوله جميله وجديده ومن يوم جديد. قبل تحياتي انا احمد الركابي والزميل حيدر اللي رافقني طول هذه الفتره وطول هذا الوقت، حيدر عماد واللي الاستاذ ابو احمد، تحياتنا وسلامنا للجميع، اليكم يا زملائي. شكرا لك يا احمد، اكيد احنا راح ننتظرك باكر في منطقه جديده ايضا.